الفنانة شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر، ولدت في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة سنة 1935. والدها كان يعمل مهندسا زراعيا، ووالدتها تركية، وشقيقتها الأكبر منها عفاف شاكر عملت لفترة بالتمثيل. أفضل فنانة جسدت شخصيات الأديب المصري والعربي العالمي نجيب محفوظ. وقد اعترف صاحب جائزة نوبل في الآداب بذلك، وقال إن شادية أضافت على شخصيات روايات أبعادها الكاملة. المغني التركي منير نور الدين أول من اكتشف جمال صوتها. أول فيلم ظهرت فيه فيلم أزهار وأشواك، ولم تنطق فيه كلمة واحدة. لكن وجهها لفت نظر المخرج حلمي رفلة، فاختارها لتقدم دورا مهما في فيلم العقل في إجازة. أول من لحن لها المطرب محمد فوزي، الذي لحن لها أغنية صباح الخير في فيلم العقل في إجازة. قدمت العديد من الأفلام مع الفنان كمال الشناوي، فانطلقت الشائعات بأن هناك قصة حب تجمع بينهما، لكن الجميع فوجئ بزواج الفنان كمال الشناوي من أختها عفاف. عاشت شادية العديد من قصص الحب، الأول كان مع ابن الجيران وكان عمرها 13 عاما. الحب الثاني كان مع ضابط بالجيش المصري، وتمت الخطوبة لكنه استشهد في حرب فلسطين عام 1948. قصة الحب الثالثة عاشتها مع الفنان عماد حمدي، ليكون هو أول زواجها، وكان يكبرها بحوالي 26 عاما. بعد طلاقها من عماد حمدي عاشت قصة حب مع الفنان فريد الأطرش، لكن لم يحدث زواج بينهما. كان الزواج الثاني في حياة الفنانة شادية من المهندس عزيز فتحي، لكنه لم يستمر سوى عامين فقط وتم الطلاق. تزوجت أيضا من الفنان صلاح ذو الإفقار، وبعد طلاقها منه لم تتزوج مرة أخرى. قدمت شادية مسرحية واحدة وهي ريا وسكينة، والتي حققت نجاحا كبيرا، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم لا تسألني من أنا. كانت شادية محبة لعمل الخير، أقامت مسجدا ومركزا طبيا وفصولا لمحو الأمية، علاوة على حالات إنسانية كثيرة. التحول الأكبر في حياتها عندما اعتزلت الفن، وكانت أخر أغنياتها خد بأيدي التي كانت تناجي فيها ربها. في فترة الاحتجاب داومت على التأمل والعبادة والقراءة والمعرفة حتى وفاتها في 28 من نوفمبر 2017. لكن رغم الغياب لم تغب يوما عن جمهورها ومحبيها. رحم الله الفنانة شادية، ولا تنسوا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في قناة نجوم الغلاف حتى يصلكم كل جديد، وحتى نلتقي نقول لكم إلى اللقاء.